جزاكم الله خير يا شيخ. يقول السائل: هل الخلع يعتبر طلاق؟ خلاف بين العلماء على قولين، منهم من يعتبره طلاقا لأنه نوع فرقة ينقص به عدد الطلاق، ومنهم من يرى أنه فسخ وليس طلاقا فلا ينقص به عدد الطلاق، وهذا هو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا فصار مكملا للثلاث، ولصارت الطلقة التي ذكرها الله في قوله فإن طلقها رابعة، وهذا غير سائغ وغير صحيح. فدلت هذه الآيات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا هو استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.